مو رئاسة أركان الجيش بالفترة اللي حضرتك ده تتحدث بها كانت لجانب الكرد؟ أنا أتحدث عن هذا الجانب بالرغم وجود الأخ رئيس أركان الجيش كان في وقتها كردي ولكن كان يرفض كل عقود التسليح. ليش هذا الخوف سيادة الفريق؟ وهذا أمر يعني يتبع الجانب السياسي، يعني إذا كان رئيس أركان الجيش أو غيره اللي حركه المستوى السياسي مسيطر على المستوى الفني والتقني والعسكري والاحترافي، يعني ليس هناك قرار يصدر إذا ما يكون هناك يعني بصمة سياسية في هذه أو قرار سياسي. زين ليش الأكراد والسنة يخافون من حتى ما يسلح الجيش العراقي؟ هم يعتقدون أن الجيش هو يتبع القائد العام للقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة هو شيعي، وبما أنه شيعي إن إذن سيمثل الإرادة الشيعية أو يمتثل لها، يعني هكذا كان يفسر. هسه الآن كم هذا مؤثر في الوقت الحاضر؟ يعني لا زال مؤثر.